بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما اتكلمنا عن شوية اوبريتورز زي الاند والاور، الاند والاور دول بالمناسبة هم اسمهم لوجيكال اوبريتورز. في عندي انواع تانية من الاوبريتورز، زي ان انا لما باجي اقول مثلا اكبر من، اصغر من، اكبر من او يساوي، اللي هي الحاجات اللي احنا عارفينها اللي احنا خدناها في الرياضة زمان في المات، اكبر من او يساوي. لما باجي اقول مثلا حاجه زي مثلا ايكوال، ان انا بسال هل يساوي ولا لا. وفي اوبريتور تاني اللي هو علامه التعجب، ده معناه نوت. يعني انا لو جيت دلوقتي، مش عارف انا شرحته قبل كده ولا لا، انا فعلا مش فاكر. لو انا جيت دلوقتي بقول اف عندي انت اكس بتساوي 2 وعندي انت واي بتساوي 3 وعندي اف الاكس اكبر من الواي، اطبع لي كلمه مثلا عمر مثلا، وإلس اطبع لي أحمد، تمام. أنا هنا بقول له إكس أكبر من الواي، الإكس بكام؟ باتنين والواي بتلاتة، هل الاتنين أكبر من التلاتة؟ الاتنين أكبر من التلاتة؟ الإجابة لأ، فيطبع لي إلس اللي هي أحمد. طيب أنا لو عايز إن أنا أعكس العملية دي، هحط قوس كده وأحط قوس كده وأعمل نوت، عمل علامة التعجب دي. علامة التعجب دي معناها ان هي تعكس العملية. يعني لو اللي راجع لي ده من هنا ترو، هي تقلبها لي فولس. طب لو اللي راجع لي ده فولس، تقلبها لي ترو. فلو عملت رن دلوقتي، ليه بيقول لي عمر؟ بص، ليه بيقول لي عمر مع ان دي كده في حد ذاتها بفولس؟ عشان لما لقت النوت دي قلبتها ترو، فبقى كله ترو، فطبع لي عمر. نفس الكلام على النوت ايكوال. النوت ايكوال انا لو عايز اقول مثلا اف ان الاكس بتساوي الواي، هل الاكس بتساوي الواي؟ ده سؤال اهو، هل الاكس بتساوي الواي؟ لو عملت رن هيقول لي احمد عشان دخل في الالس، عشان لا. طب لو انا بقول له اف ان الاكس لا تساوي الواي، انا بساله بالنفي، بساله هل الاكس لا تساوي الواي؟ فالاجابه ايوه، الاكس لا تساوي الواي، فهيطبع لي عمر. هيطبع لي عمر، صح كده؟ كلام جميل. طيب يبقى انا عندي، عرفت ان انا عندي في الاكبر من والاصغر من، والاكبر من او يساوي والاصغر من او يساوي، وعرفت عندي الايكوال ايكوال ده اللي هو الايكواليتي، وعندي في النوت وعندي في النوت ايكوال. كل دي اوبريتورز. وفي اوبريتورز ثانيه بالمناسبه، يعني في حاجه اسمها از، في حاجه اسمها از، وفي كذا اوبريتور تانيين هنتكلم عنهم في فلاتر. يعني انا قلت ده مسبقا وبقوله تاني، ان انا ما بقولش كل حاجه في دارت، انا بقول كل حاجه في دارت انا محتاجها تخليني ابدا فلاتر. طب وانا بادئ فلاتر نفسها، هرجع اتكلم عن مواضيع تاني في دارت، وهتكلم عن مواضيع ادفانسد في دارت. يعني دارت ما خلصتش معايا، دارت هتجيلي في النص وانا شغال في فلاتر تاني. اوكي، طيب دي اهم الاوبريتورز اللي احنا عايزينها وبنتكلم عنها. طيب اخر اوبريتور انا حابب اتكلم عليه، حاجه اسمها المودولس اوبريتور، ده اللي هو شبه علامه النسبه المئويه. ده شبه علامه النسبه المئويه. طبعا انا كده كده عندي، انتوا عارفين ان ده كده البلس وعندي ده الماينس وعندي ده علامة الضرب اهي وعندي علامة الاسم اهي. اهي دي علامة الاسم، دي علامة الضرب، دي علامة الطرح، دي علامة الجمع. كل دول احنا عارفينهم عادي، يعني بجمع بطرح بضرب بقسم، ده عادي. يعني لو انا جيت كده اقول له هنا اطبع لي الاكس في الواي، هيطبع لي اكس في واي. 2 في 3 بكام؟ ب6، هيطبع لي 6، صح؟ طب لو جيت اقول له خليت الاكس دي مثلا ب6، وجيت اقول له اقسم لي الاكس على الواي، الاكس على الواي 6 على 3 فيها الاثنين، صح؟ عادي اهو، مفيش مشكله. طب لو جيت اقول له اطرح لي، عمليه الطرح اهي، العمليات الرياضيه العاديه، مفيش اختلاف، مفيش ازمه، يعني مفيش حاجه مختلفه، مفيش حاجه غريبه. طرحت طلعت لي 3، جمعت تطلع لي 9، وعادي ما عنديش مشكله. طب ايه بقى الاوبريتور ده اللي اسمه المودولس اوبريتور؟ المودولس اوبريتور ده بيجيب لي باقي القسمه. يعني انا لما باجي اقسم بيجيب لي نتيجه القسمه. المودولس هو مش بيجيب لي نتيجه القسمه، هو بيجيب لي نتيجه باقي القسمه. انا هنا بقول له اكس على واي يعني 6 على 3، لو عملت تشغيل هيقول لي 2. طب لو انا بقول له اكس مودولس واي، يعني اكس عايز اعرف باقي قسمتها على الواي. طيب ال 6 بتقبل القسمه على ال 3، يعني ال 6 ينفع اقسمها على ال 3، فهل هيتبقى حاجه؟ لا، مش هيتبقى حاجه، فمش هيبقى فيه باقي قسمه، فيبقى صفر. عملت ران، بص هيقول لي ايه؟ هيقول لي صفر، لان مفيش باقي قسمه، لان باقي القسمه هنا بصفر. طب لو انا خليت التلاتة دي خليتها 4، هل ينفع اقسم 6 على 4؟ ما ينفعش.
هيتبقى باقي قسمه، فالمودولس ده بيرجع لك باقي القسمه. فلو عملت ران كده هتلاقيه رجع لك بص 2 عشان 6 لما اقسمها على 4 هيبقى باقي القسمه 2. يبقى المودولس اوبريتور ده بيرجع لي ايه؟ المودولس اوبريتور ده بيرجع لي باقي القسمه. طب انا بستخدمه فين؟ او انا امتى احس ان انا محتاجه؟ انا بحتاجه اشهر استخدام ليه لو انا عايز افرق الارقام الزوجيه من الارقام الفرديه، الايفن نمبرز والاود نمبرز، الارقام الفرديه والزوجيه. يعني لو انا جيت كده اقول مثلا اف مثلا ان انا عايز اقول الاكس مودولس باقي قسمه الاكس على الاثنين ايكوال ايكوال زيرو، ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ يعني ايه اللي انا عايز اقوله ده؟ ما الذي يحدث؟ هقول لك ما الذي يحدث. بص، مش انا لما اجي اقسم اي رقم زوجي، اي رقم زوجي في الكون، اي رقم زوجي في الكون، مش هو بيقبل القسمة على الاثنين؟ صح ولا مش صح؟ صح. ده يبقى اود نمبر بقى. يعني انا لما اجي اقول لك اقسم لي 500 على الاثنين، اقسم لي مليون مش عارف كام 22 على الاثنين، رقم زوجي، اي رقم زوجي في الكون هيبقى القسمة على الاثنين. 22 على الاثنين، 16 على الاثنين، 8 على الاثنين، 10 على الاثنين، 2 على الاثنين، عادي مش هيبقى في ازمه، يعني هيقبلوا القسمه على بعض. فانا هنا بستخدم، انا هنا بستخدم المودولس اوبريتور عشان افرق الارقام الزوجيه من الفرديه. فانا بعمل ايه؟ باجي اقول لك الاكس على الاثنين، بس مش على بقى، بقول الاكس مودولس 2، الاكس مودولس 2 النتيجه دي لو اللي هيطلع منها، لو باقي القسمه اللي هتطلع بزيرو، يبقى اذا تمت عمليه القسمه بدون باقي قسمه، يبقى اذا الرقم ده زوجي عشان هو قبل القسمه على الاثنين، ينفع اقسمه على الاثنين. طب لو هو باقي القسمه طلع برقم، يبقى هو رقم فردي. يعني لو انا جيت عملت ران كده، بص هيطلع يقول لي ايه؟ هيقول لي ايفن نمبر، هيقول لي ايفن نمبر. طب هو ليه قال لي ايفن نمبر؟ عشان الاكس ب6 والاكس رقم زوجي والاكس بيقبل القسمه على الاثنين، يبقى باقي قسمه الاكس على الاثنين هيديني صفر، يبقى اذا قال لي ايفن نمبر. طب لو انا جيت كده قلت له انا مش عايز الواي دلوقتي، طب لو انا كده جيت قلت له الاكس دي ب 11، هيجي يقول اكس اللي هي 11 باقي قسمتها على الاثنين هيديني رقم، والرقم اللي هيديه لي ده مش هيساوي الصفر، يبقى اذا مش هيخش هنا وهيتباع لي اود نمبر، هيتباع لي رقم فردي. يبقى انا اذا المودولس اوبريتور اكثر استخدام بجده ان انا عشان افرق ما بين الارقام الفرديه وما بين الارقام الزوجيه. عشان كده لو انا جيت اقول لك اهو، اطبع لي على طول الاكس مودولس الاثنين، اطبع لي اكس مودولس 2، هيطبع لي هنا ايه؟ هيطبع لي رقم عشان الاكس ب 11. بص هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي 1، اكس مودولس 2 طبع لي 1، يعني بعد ما اقسم 11 على الاثنين هيتبقى لي 1 باقي القسمه، هيتبقى لي 1 باقي القسمه. طب لو انا خليت ال 11 دي دلوقتي ب 222، 222 ده رقم زوجي، هعمل رن هيطبع لي هنا صفر، مفيش باقي قسمه، وهيقول لي هنا ايفن نمبر يعني رقم زوجي. فانا لقيت ان انا عندي حاجه اسمها في البروجرامنج اوبريتورز، فهمت عندي الاند اوبريتور والاور اوبريتور اللي هم اللوجيكال اوبريتورز، في عندي اوبريتورز ثانيه زي الاكبر والاصغر، والاكبر من او يساوي والاصغر من او يساوي، عندي في الايكوال ايكوال ده اللي انا بسال فيه هل بيساوي ولا لا، في عندي النوت وعندي النوت ايكوال، وقلت ان في اوبريتورز ثانيه لسه هتجي لي هتكلم عنها، واتكلمت دلوقتي عن المودولس اوبريتور اللي انا اشهر استخدام ليه لو انا عايز افرق ما بين الارقام الزوجيه والفرديه. هجيب اي رقم واشوف المودولس بتاعه على الاثنين المفروض يطلع بزيرو لو هو رقم زوجي، غير كده هيبقى رقم فردي. بس كده احنا خلصنا الاوبريتورز، ولسه دارت مكمله معايا شويه.